اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه ناصر الغربي واحمد الشمراني هم ضيفا حلقه الليله. نذكر مستمعي روتانا اف ام بانه نبغاهم يركزوا في البرنامج بس التركيز في القياده. نمسي عليهم اهم شيء. طبعا نمسي عليهم. في عدد من الرسائل جات يقول يا تركي عزيز يقول بالله عليكم اين نجح الحكم السعودي اذا كان اللي ينافس على الدوري يبي حكم اجنبي واللي بيهبط برضو يبي حكم اجنبي، وش هالنجاح الخفي؟ وابو مشعل يقول البارح اثنيت على تيسير الجاسم واليوم اثبت انه يستاهل هالاطراء لانه قائد شجاع. وفي همام يقول لك يا ناصر انه يا اخ تركي الغربي يقول مجموعه السعوديه فيها عمان وتايلاند واليمن، والصحيح السعوديه ما راح تقابل واحد منهم وهي مجموعه، ما يقصد انه هذول اللي معانا في المستويات مش معانا في المجموعه. اليوم المباريات الاسيويه الاهلي عاد نفسه للمنافسه، عاد نفسه للبطوله الاسيويه اللي كان يعتقد الجميع انها مش في اجنده الفريق الاهلاوي. اليوم الاهلي وضح رساله للجميع ان البطوله الاسيويه من ضمن الاهداف التي يريد ان يحققها هذا الموسم. التقرير التالي تحدث عن هذه المباراه للفريق الاهلاوي. واخيرا حقق الاهلي اول فوز له في دوري ابطال اسيا، والجميل في هذا الفوز انه جاء من خارج الديار. جاء الهدف الاول للقلعه الخضراء بعد ان قاد نجم الوسط الاهلاوي تيسير الجاسم هجمة من منتصف الملعب ومرر كرة للمنطلق بقوة فيكتور سيموس الذي استغل سوء التفاهم بين الحارس والمدافع ثم وضع الكرة بكل سهولة في الشبك. ظهر الفارق بين قدرة الفريقين في القدرة الهجومية في هاتين الهجمتين المتتاليين، فالأولى أساء فيها الهجوم النصراوي التعامل لتتحول إلى هجمة مضادة لصالح الأهلي تعملق فيها تيسير الجاسم الذي أجاد الانطلاق وأبدع في المراوغة وأتقن التسديد ليحرز الهدف الثاني الأهلاوي كأجمل ختام لهذه الهجمة. جاء الرد سريعا من الهجوم النصراوي وديانيه هو رمز الخطر الذي تهاوى كامل الموسى أمام بنيته الجسمانية ليحضر هدف تقليص الفارق لصالح أصحاب الأرض. ديانيه يبدو أن هذا الاسم سيكون محط أنظار العديد من الأندية الخليجية الموسم المقبل. سرعة ومهارة عالية وبنية جسمانية صلبة، ولولا الرعونة والاستعجال لربما قلص الفارق بل وربما يكون الانتصار قد حضر لفريقه. لكن اللقاء انتهى كما تشتهي الجماهير الأهلاوية خاصة والسعودية عامة، والراقي يقتنص نقاط المباراة كاملة ليعزز فرصه للتأهل عن المجموعة من جديد. مسفر الخثعمي كرة. أبو محمد أبدأ معك هالمباراة، انتصار فني معنوي للفريق الأهلاوي، الأهلي يعود للمنافسات المحلية بعد ما أبقى على أماله في البطولة الآسيوية، حقق انتصار كان مهم. هو أجاب على كثير من الأسئلة في هذه المباراة. هناك من كان يؤكد قبل البطولة أو إثناءها عطفا على النتائج السابقة بأن الأهلي ربما يعمل لبطولة الدوري ومهمل الجانب الآسيوي. طبعا صحيح. كلنا شاهدنا الأهلي كان يشارك في البطولة الآسيوية بجميع اللاعبين. اليوم الآن شاهدنا أيضا بكل اللاعبين الأساسيين اللي بيلعبوا طبعا. فإذا الأهلي يبحث عن هذه البطولة كما يبحث أيضا أي فريق مشارك من السعودية وغيرها عنها، لسيما أنها بطولة مهمة وبطولة كل نادي ذو إمكانيات عالية، الأهلي الاتحاد الهلال على الصعيد المحلي شاركوا مو لأجل المشاركة، شاركوا من أجل كسب البطولة، والأهلي واحد من هذه الفرق اللي يبحث. فوزه اليوم لا شك أنه عادلة ربما حظوظ التأهل، لسيما أنه طبعا مبارتين على أرضه مع الخور ومع النصر الإماراتي. فوزه اليوم حقيقة عادلة طبعا ربما الحظوظ التأهل ثاني المجموعة لو سلمنا أنه الفريق الإيراني طار بالأولوية. لكن على المستوى المباراة لا شك أن الأهلي قدم مباراة كبيرة. النصر تعرف أنت ويعرف الأخوان من الفرق الإماراتية اللي لهذا الموسم بالذات لها حضور جيد، فريق صحيح. ايضا يملك لاعبين ممتازين. كون الاهلي يكسب على ارضه فاعتقد انه مكسب يؤكد عن نيه الاهلي
تتجه إلى 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 كل البطولات وليس بطولة واحدة. طبعا تيسير الجاسم أبو محمد، طبعا تيسير الجاسم أمس كنا نتكلم عن النضج الفني لتيسير الجاسم. هو تيسير الجاسم من يومه هو ناضج فنيا، لكن ربما مراكز الأهلي طبعا اللي كانت بعيدة عن المنافسة على مستوى الدوري أبعدته عن جوائز كثيرة وأبعدته أيضا عن أعين الإعلام. لكن تيسير الجاسم منذ أن عرفته وهو أيضا العلامة المتميزة أو العلامة الفارقة في مسيرة الفريق الأهلاوي في كل حتى على مستوى النهائي الأخير اللي خاضه من الاتحاد، كان تيسير أحد نجوم تلك المباراة. أيضا النهايات السابقة كان تيسير حاضر بقوة تسجيلا وأداء. اليوم عندما يظهر تيسير في الصورة طبعا من خلال الأهلي المنافس على الدوري، ربما اختلف التقييم واختلفت المعايير على اعتبار أنه في الصورة، ولا تيسير من اللاعبين اللي بيقدموا مستويات كبيرة من سنوات طويلة. هذا الموسم ربما مختلف جدا على اعتبار أنه تحت الضوء، لكن أنا شخصيا ما كنت أستغرب هذا المستوى، لأن تيسير كل موسم كان يقدم نفسه بمستوى جيد، وأعتقد أنه مستوى هذا سينصفه هذا الموسم ربما الحصول على عدة جوائز على الصعيد المحلي أو على الصعيد العربي. فهو لاعب متكامل، لاعب أجمع النقاد بما فيهم أنتم في برنامج كورة أنه يستحق الأفضلية هذا الموسم. وتيسير الجاسم من اللاعبين اللي يملكوا الحالتين، لاعب على مستوى عالي طبعا في الملعب وعلى المستوى الخلقي الكل يشهد له أنه لاعب مثالي جدا. ولا يعرف تيسير الجاسم أو من يعرف تيسير الجاسم عن قرب يعرف عنه أشياء كثيرة ربما تختلف، سواء على مستوى وعيه، على مستوى ثقافته، على مستوى أيضا تعامله طبعا مع الاحتراف. فما نرام التيسير هو انعكاس الفكر على الأداء، قدم لنا هذا النجم الكبير. ناصر الأهلي اليوم، أول شيء خلني أعتذر الهمام عن الخطأ وأعتذر للمشاهدين، لكن التقرير هو من أوقعني في خطأ المنتخب السعودي. الأهلي جميل هذا المساء، وأيضا أعتقد أن الفاتح شهية الأهلي للدوري هذه المباراة. إذا لم يقع الأهلاويين في الفخ والرائد مباراة الرائد المقبلة، أعتقد أن الأهلي نجح في الإبقاء على حظوظ الأسيوية حتى يتفرغ للدوري بشكل كامل بتركيز عالي. الأهلي أعتقد أنه لازال أيضا رغم نجاح الأهلي في تحقيق الفوز، لكن لازالت مشكلة الأهلي في الدفاع قائمة لحد الآن. يعني الأهلي حصل فرص كثيرة في المباراة، سجل هدفين، لكن كما ذكر التقرير أيضا يعني الله ستر عليه في من دفاع الذي كان مشرعا أمام الهجوم النصر الإماراتي الذي كان قادر على قلب النتيجة. يجب على الهلاويين ويجب على جاروليم إذا رغب فعلا أن يحقق بطولة الدوري وأن ينافس بشكل فعلي على دوري أبطال آسيا أن يلتفت التفاتة حقيقية لدفاعات الأهلي ويحصنها بشكل جيد. الأهلي يعاني، يتميز في الهجوم الوسط ولكن يخذل الدفاع والحراسة. اللاعب النصر الإماراتي توقع فعلا يكون هدف الأندية الخليجية؟ بكل تأكيد، أعتقد أن قدم لاعب اليوم كمهاجم الفريق بشكل كامل، يعني خطورة، انطلاقات، سرعة، بنية جسمانية، حتى هدفه لما تشاهده في الأهلي ودخوله الجسماني وكنترول على الكرة وحتى تصرفه أمام حارس الأهلي كان مميز جدا. قد يكون ضغط تأخر فريقه أثر على في الاستجابة بعض الفرص التي ما أحسن استغلالها في إيداع الشبكة الهلاوية.